السلام عليكم، ان شاء الله تكون لاباس خالتي، صحتكم مليحه. جيتكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نشرح لكم بالتفصيل المبين كيفيه الحصول على التاشيره التركيه، وكذلك يعني الملف المطلوب بالنسبه كما نقولوا جميع الاصناف، يعني اللي خدام، اللي عنده سجل تجاري، اللي بطال، اللي ايتيديون، يعني كامل راح نعطيكم يعني المعلومات اليوم. مادا بكم خاوتي تشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير، يعني انت ولا انتي نطلب منك يعني فضلا وليس امرا انك دير لنا اعجاب بالفيديو هذا، وكذلك دير متابعه للقناه. وخاوتي يعني راح تستفادوا بزاف يعني من هذا الفيديو، خصوصا الناس اللي راهم حابين يروحوا لتركيا سواء سياحه ولا يروحوا يستقروا فما ولا يخدموا. والله مهم خاوتي شاهدوا معي هذا الفيديو حتى الاخير. هيا نبداو على بركه الله. اولا خاوتي نحكو على انسان موظف عادي يعني صالري. خاوتي الفيديو هذا راني راح نشرح فيه يعني بالتفصيل، كاين الناس يعرفوا كاين الناس ما يعرفوش. انا كيما يقولوا حنا راني نخاطر في الناس اللي ما يعرفوش، اما الناس اللي راهم يعرفوا يزيدوا يشوفوا يعني المعلومات، خاطر فيزا تركيا كل مره يرونيفلو يعني الدوسي، كل مره فيه تعديلات. مي حاليا التعديل الوحيد اللي داروه هو تاع الكونت، يعني راح يكون ملف سهل وبسيط جدا. يعني شخص موظف يعني سواء في قطاع الخاص ولا كما يقول هنا خدام عند الحكومة، أول وثيقة يخرجها اللي هي شهادة عمل. الوثيقة الثانية كشف الراتب تاع 3 شهور، يعني هادو يجيبون في زوج من الخدمة تاعو. عندنا ثلاثة لافيلياسيون كناس، يعني شهادة انتساب إلى ضمان اجتماعي، يقدر يروح يخرجها من الكناس ولا يخرجها من الانترنت من بورتاي الهنا، يعني فضاء الهنا. اكتب في جوجل فضاء الهنا، دير الرقم تاع لاسيرونس تاعك، الاسم واللقب، تخرج لك هذه لافيلياسيون امبريميها، سوا ديرها ولا تروح للكناس تخرجها نورمال. الحاجه الثالثه هو رولوفي تاع الكونت سوا سي سي بي دينار نقولو، هما يطلبوا واحد فريد، يعني انت تحب تدير دينار ولا الاورو، وتحب تدير السي سي بي ولا البنك ولا الاورو، يعني انت حر. يعني واحد ما يقولك بلي راه ما يقبلوش هذا يقبلوا هذا، هما يقبلوا اي كونت، يعني اي حساب يقبلوه. يعني هذو 4 وثائق مهمين بزاف، هذوما بالنسبه لواحد خدام. اوراق الاضافيه اللي هما شهاده ميلاد، فوتوكوبي على الباسبور، والباسبور يعني الاوريجينال، فوتو 5/5، عندكم حجز فندق، حجز تذكره، والفور بيلر. هذو الثلاثة اللي ما يعرفش يخدم منهم يتواصل معايا خوتي. المهم هذا واش كاين يعني بالنسبه لواحد موظف سالاري نورمال. اما بالنسبه لواحد كما يقولوا هنايا تاجر واش لازم بالنسبه للتاشيره التركيه خوتي؟ يدوموندو فقط سجل تجاري وحساب بنكي يكون كيما نقولو حنا ريفي تاع 3 مواما الاخرين، زائد شهادة ميلاد وفوتو جواز سفر يعني فوتوكوبي على الباسبور والباسبور، وكذلك حجز فندق، حجز تذكرة، والفورميلا. هذا هما بالنسبة لواحد تاجر ولا حرفي، يعني مش حاجة كبيرة، ما يدوموندوش، ما يطلبوش خاطر واحد ما يغلطكم. ادخلوا السيت اوفيسيال تاع الجيتوي راح تلقاو هذو المعلومات اللي راني نهضر فيهم، مش راح تلقاو لا الكاسنوس لا حتى ورقة واحدة أخرى، يعني ما يضمنوش لاسيرونس بالنسبة للتجار والحرفيين. أما بالنسبة للطلبة، واحد ايتيديون يحب يعرف كيما يقولوا هنا الوثائق اللي لازم عليه، الواحد ايتيديون والله بطال راح يحتاج اتيستاسيون دو بريزون شارج، يعني واحد من والديه ولا خاطو يكونوا خدامين. في هذه الحالة يقدروا يديروا له كما يقولوا حنايا كفاله، كما يقولوا حنا بلي راهم متكفلين به بالنسبه لهذه الرحله، يعني هذه يسموها اتيستاسيون دو بريزون شارج. وكما يقولوا الدوسي تاعها ساهل، نفس الاوراق تاع الوالي تاعو ولا الاخ ولا الاخت، شهاده عمل، كشف الراتب، لافيلياسيون تاع الكناس، والكونت تاعو سوا سي سي بي ولا بنكار. ومن الاحسن يكون فيه دراهم على الاقل 15 مليون. وباقي الوثائق هذو كام سهلين، يعني تواصلوا معايا نفهمكم بالتفصيل كيفاش ديروا بريزون شارج على لي بارون نتاعكم. واما بالنسبه لاقل من 15 سنه، يعني 15 سنه هذو ما راهم يروحوا يعني بدون تاشيره الى تركيا. اما بالنسبه لاكثر من 65 سنه
ثاني كذلك يروحوا بدون تأشيرة. يعني خاوتي كما راكم تشوفوا يعني التأشيرة التركية مش حاجة كبيرة، هذا هو الملف المطلوب لي دوموندو خاوتي، يقدر أي واحد كما يقولوا حنايا تريتي دوسي تاعو وحده. إذا خاصكم حجز فندق وتذكرة وفورميلر تواصلوا معايا نخدم لكم خاوتي. وكذلك خاوتي الطريقة كيفاش تحصل على الموعد، موعد فيزا تركيا مش كيما الموعد تاع شنغن، يعني ساهل ما تقدر تهز تليفون نيميرو تاعهم تعيط لهم يقولوا لك ارواح وقتاش تشد رونديفو، يعني سهلة جدا الحصول على الموعد تأشيرة تركيا. يعني دركا نفهمكم في المصاريف تاع الدفع، دركا خاوتي الدفع تاع تأشيرة تركيا نورمالمون راه زاد السعر شوية، انتم حاولوا انكم ديروا لاسيرونس دو فواياج برا خير باش يجيكم مصاريف تاع التاشيره ما يجيكمش بزاف غاليين، فهمتوني؟ يعني دركا راه تختلف كيما يقولوا حنايا الفيزا من فيزا، كاين فيزا تاع ملتي اونتري وكاين فيزا اونتري وحده، فهمتوني؟ كاين اللي يحب يروح بزاف كاين اللي يحب يروح مره واحده، فهمتوني؟ يعني هما تقريبا تكون في جواه 2,400، يعني اذا درت لاسيرونس وكاع عندهم انا ننصحكم انكم ديروا لاسيرونس دو فواياج برا. التريتم تاع الدوسي خاوتي راح يكون تقريبا ما بين 10 ايام، يقولون 10 ايام حتى 15 يوم، يجيبوا لك الباسبور سواء انت دير باللي يجيبوه لك وين تسكن ولا انت تروح تجيبه، فهمتوني؟ هذو هما الاجراءات. النهار اللي تكون راح تدفع الدوسي راه ما يسقسوا بلا حتى حاجه، تحط الدوسي يشوف الوراق اللي عندك اللي خاصين مش خاصين، يلقى الدوسي كومبلي يشدوا عليك يدخلك لداخل، يعني يصوروك يبصموك تسلك دراهم وتروح، وتقعد تستنى صديقو 10 ايام 15 يوم يجيك الرد، فهمتوني؟ وتقريبا يعني فيزا تركيا راهم يمدوا اي واحد يدير دوسي تاعو ريكلومونتير اوتوماتيك مودي في بالو بلي راهم راح يعطولو، فهمتوني؟ واحد ما يغلطكم، يعني التأشيرة التركية راهي سهلة سهلة بزاف. ان شاء الله خاوتي تكونوا فهمتوا هذه المعلومات اللي حبيت نوصلهم لكم. يعني حبيت ثاني واحد الملاحظه، يعني ماذا بكم الريليفي تاع الفون ماذا بكم يكون ريليفي يعني تاع ترومو الاخرين، ما يكونش يعني كيما نقول اتستاسيون دو سورت. ان شاء الله هذا هما يعني كيما نقولوا المعلومات المهمه بالنسبه لتاشيره تركيا. هذه هي خوتي كيما قلت لكم اللي خاصو حاجه فندق تذكره فورميلا يتواصل معايا نخدمو له بسعر مليح. مهم خاوتي ما بقى لي الا نقولكم سلام، تهلاو لي في رواحتكم، انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.